الثلاجي، بدلت الحطة وبدلت اللبسة، اللوك تبدل، شنو هي السر؟ لا هو عم ناول معاك في فما كان هذيك هي لا بيدها لا ما بدلت ما تبدلهاش هذيك كسبتها هذيك في ديماش حنا بعد بروفيل مواطن عادي قاعد في بلاتو نلبس لي كولور نحب نقلمة الزينة نلبس عادي كيما الناس كل ما نحبش نظهر ما نشبهش للناس اي توا علاش بدل؟ لا هذا الكوستيم اللي في العادة اللي الجو هذا هو اللي نخدم هذا جوك اللي تخدم به نخدم به في الليل بعد العشرة يلا لشكون تقول أنا مش مريجل؟ أنا مش مريجل هنقولها للسياسيين للسياسيين؟ السياسيين السياساويين اه ماكش راضي عليهم حتى طرف يعني تعلموا فينا الحجامة شكون ما يعجبك شكون يعجبك منهم؟ توا بان بالكاشف اللي خليني نقول حاجة يقول لك اندمت اللي انتخبتهم أما ما ندمتش على الانتخاب باش نطلع ننتخب بالمرة هذه وباش ننتخب اللي باش ننتخب مش اللي انتخبته مرة أخرى أنت شكون انتخبت المرة الأخرى؟ أنا انتخبت أنا تونسي يمثلوني اليسار بصفة عامة انتخبت النداء والباجي قائد السبسي انتخبت الباجي والنداء واضح باه شكون البطية اللي غن والله البطية أنا هي غنيتك بطية هي, هي هي خرجت من الدار البطية أول بطية عندي في الدار مرتي زوجتي تحية لدية لكن في تونس احنا نعرفوا الكاليبر متاع المرأة التونسية والعود متاعها حتى الضعيفة قالت لي أنا ما تخصني فرحة راي تخزر لك في خالة لا مشروع بطية فرحة ما هي مشروع بطية لا مشروع بطية فرحة لا 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 مشروع بطية لا ولا لا لا مشروع بطية لكن المرأة على رشاقتها المرأة التونسية بصفة عامة تبدأ أنا مرتي كي تزوجت ما هيش بطية لكن ديما المرأة التونسية تقعد مشروع بطية في سن معين يعني تقول أنت بعد ما تعرس جيت وجيت بطية دونك الغنية تهمها هي مرأة تونسية